ما هو الشيء الذي إذا رآه إنسان أو حيوان مات في وقته؟ وهذا الشيء ليس من الإنس ولا من الجن ولا من الملائكة. وما هو حكم البكاء على فراق من نحب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تربية الولد أصعب أم تربية البنت؟ تربية الابن أشق وتربية الابنة أدق، فاصبر على الأشق وانتبه للأدق. وعندما تربي ابنتك فأنت تحميها، ولكن عندما تربي ابنك فأنت تحمي الكثير من البنات. ما هي المعارك التي يكون المنتصر فيها مهزوم؟ هي المعارك التي تكون بين الأقارب وذوي الأرحام، فالمنتصر فيها مغلوب. وما هي أنواع الرزق؟ الرزق نوعان، رزق تطلبه ورزق يطلبك. أما الذي يطلبك سيأتيك رغم ضعفك، وأما الذي تطلبه لن يأتيك إلا بسعيك. فالأول فضل من الله والثاني عدل من الله. ثلاثة بيوت زعيمهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هم؟ ذلك في الجنة من ترك المراء وإن كان محقا، ومن ترك الكذب وإن كان مازحا، ومن حسن خلقه. ومن هم أقرب الناس مجلسا من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ أحسنهم أخلاقا. ومن هم أبغض الناس وأبعدهم مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الثرثارون والمتشدقون والمتكبرون. ومن هو الذي قال عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو مع النبيين والصديقين والشهداء؟ هذا هو التاجر الصدوق. وما هو البر وما هو الإثم؟ البر هو حسن الخلق، أما الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ثلاثة أشياء يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، فما هم؟ حسن الخلق وصلة الأرحام وحسن الجوار. ومن هو الذي لا إيمان له ومن الذي لا دين له؟ الذي لا أمانة له لا إيمان له، والذي لا عهد له لا دين له. وما هو أوسط أبواب الجنة؟ الوالد هو أوسط أبواب الجنة. ومن هو آخر من خرج من قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد الدفن وكان آخر الناس عهدا به؟ هو قثم ابن العباس بن عبد المطلب. ومن هو الصحابي الذي ذهب ليقتل عمه فقال له أتقتلني وأنا عمك؟ فقال له أنت عمي والله ربي، وقتله. هو أمرؤ القيس. ومن هو الصحابي الذي كانت كنيته أبو إسحاق؟ وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ومن هو الصحابي الذي كان يضرب به المثل في الجمال؟ هو دحية بن خليفة الكلبي، وكان يتنزل جبريل عليه السلام على صورته. ومن هو الذي نزلت فيه صورة المنافقين لتصدقه؟ هو زيد بن أرقم. ومن هو الذي قد أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده في منزله؟ هو سعيد بن زيد رضي الله عنه. ومن هو الذي استخلفه عمر رضي الله عنه للصلاة بالمسلمين حتى يتفق أهل الشورى على خليفة لهم؟ هو صهيب الرومي. ومن الذي عندما قتل رفع بين السماء والأرض؟ ذلك هو عامر بن فهيرة رضي الله عنه. ومن هو الذي عندما مات من الصحابة ودفن قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنها؟ هو عبد الله بن نهمة. ومن هو الذي عندما مات من الصحابة ودفن قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنها؟ هو عبد الله بن عبد نهمة. وما هو اسم الجبل المقام عليه المسجد الأقصى؟ جبل موريا. ومن هو الصحابي الذي أناخت عند بيته ناقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة؟ هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنها. ومن هو أول من خلعنا عليه لدخول الكعبة؟ هو الوليد بن المغيرة، ثم بعد ذلك خلع الناس في الإسلام. ومن هو أول من كسى الكعبة بالديباج؟ هو عبد الله بن الزبير. ومن هو أول من أضاء المساجد؟ تميم الداري أو تميم بن أوس الداري. وما هو أول ما يتكلم من الإنسان يوم القيامة ويشهد عليه؟ فخذه وكفاه. وما هي أقوى معركة يقودها الإنسان في حياته؟ أقوى معركة يقودها الإنسان في حياته معركة الثبات على الدين في زمن كثرت فيه الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليؤجر في نفقته كلها إلا في شيء واحد، فما هو؟ البناء.
ولماذا يبكي الشيخ على شبابه ولا يضحك الشاب لصباه؟ لأنه لا يشعر بالنعمة إلا من فقدها، لأنه يظن أنه لا يفقدها أبدا. وما هو موطن كل مسلم؟ المساجد وأفضل بقاع الله في الأرض. من هو الذي لا يطاع؟ من لا رأي له لا يطاع. ومن هو الضال؟ من أعجب برأيه ضل. ومن هو شر الأمراء؟ من كان الهوى عليه أميرا. وما هو صندوق سر العاقل؟ صدره. وما هو أشد اللؤم؟ أن تعض اليد التي مدت لك. ومن هو الذي يعيش دائما في ذل؟ هو الذي يخاف من الذل. وما هو أكبر العيوب؟ هو أن تعيب ما فيك مثله. وما هو لباس الدين؟ لباس الدين الصدق. وما هو الحيوان الذي إذا قتله الإنسان أخذ 100 حسنة؟ هو الوزغ أو البرص، هو الذي كان ينفخ النار على النبي إبراهيم عليه السلام. وما هي أفضل شيم الكرام؟ صلة الأرحام. وما هي سنة الكرام؟ الوفاء بالعهود أو بالوعود. وما هو الشيء الذي يزين الرجال؟ صواب الأفعال. وما هو الشيء الذي يدفع ميتة السوء؟ صدقة العلانية. وما هو مهر الجنة؟ جهاد النفس. وما هو أنجح الأمور؟ ما أحاط به الكتمان. وما هي أفضل الذخائر؟ أفضل الذخائر حسن الضمائر. وما هو خير الأزمان وما هو شرها؟ خير الأزمان زمن العادل، وشرها زمن الجائر. ومن هو الذي يخيره الله من الحور العين ما شاء؟ من كتم غيظا وهو قادر أن ينفذه. وما هو أحق منتظر وأقرب قادم؟ الموت. ومن هي المرأة التي تكلمت بكلمة واحدة في القرآن الكريم؟ أم موسى عليه السلام، والكلمة قالت لأخته قصيه. وما هي اللغة التي يتكلم بها الله جل جلاله يوم القيامة؟ من ظاهر النصوص النبوية أن الله تعالى يتحدث باللغة العربية، ولكن الله تعالى يتحدث بما شاء، فهو على كل شيء قدير. وما هو الشيء الذي إذا رآه إنسان أو حيوان مات في وقته، وليس من الإنس ولا من الجن ولا من الملائكة؟ الأرواح. فإذا رأى الإنسان روحه مات، لأن الروح تتبعها البصر. وما هو حكم البكاء على فراق من نحب؟ رجوت عيني أن تكف دموعها، يوم الوداع نشدتها لا تدمعي، أغمضتها كي لا تفيض فأمطرت، أيقنت أني لست أملك مدمعي، رأيت حلما أنني ودعتهم، فبكيت من ألم الحنين وهم معي، مر علي بأن أودع زائرا، فكيف الذين حملتهم في أضلعي؟